أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن العمل مستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء. عبد المهدي قال في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته، وأن الحكومة تعمل على إشراك منظمات مجتمعية لدعم جهده. حقيقة مجلس الوزراء ناقش عدد من القضايا، أولا في موضوع معالجة قرار رقم 12 لسنة 2019 فيما يخص الموظفين معينين بعقود أو أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أكد قرار السابق وحاول أن يطمئن هذه الفئة أن مضامين قرار السابق هي السائدة والحاكمة، وسيصدر القرار بصياغات كما هو تعارف عليه. كذلك كان هناك قرار لما يخص درجات الشاغرة، وهذا قرار أيضا أشبه بالروتيني، كان ضمن المديرية العامة لتربية واسط استنادا إلى تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم 4 لسنة 2018. في مجال مكافحة الفساد، مجلس عقد جلسة وتم تدقيق صرف المنح للنازحين عن 1,000,000 دينار والتحرز على سجلات معينة، ونقلت إلى هيئة النزاهة لتدقيقها، وملف تدقيق عقارات الدولة أيضا من الملفات المهمة، وملف المنافذ الحدودية، وتم مناقشة إشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي المجلس لأن حتى نشكل شفافية حقيقية، ولا يكون العمل فقط فوقي وبيروقراطي، وإنما عمل ممتد إلى داخل النسيج الوطني والاجتماعي. فعيون كثيرة تراقب، ونحاول فعلا أن نعزز هذه المساعي بما يساهم في محاربة الفساد. الفساد هي منظومات عمل تعمل بشكل خاطئ وتهدر، وهذه هي الخسارة الكبرى.